تعالى تعالى هنا، تعالى هنا نعمل ايه؟ نعمل الشكر، نعمل احنا عملنا الحشو اهو لسه ما حشيناش، احنا هنعمله الجلاسين اللي بره. الجلاسين اللي بره ده عباره عن ايه؟ اسمه شوكولاته مروار. مقاديره سهله جدا، بحط عندي ربع كوبايه من الميه على النار، خد بالك من التفاصيل اهو، ربع كوبايه من الميه على النار، وبعد كده بدلها نص كوبايه من العسل الجلوكوز، نص كوبايه من العسل الجلوكوز، ربع كوبايه ميه، نص كوبايه عسل جلوكوز، واروح ضايفه عليها كوبايه سكر. خدي بالك من التكنيك اهو قدامك اهو، السكر والميه والعسل الجلوكوز، واحده واحده كده مع بعض. هيدوب عندي الكلام ده، سيبه على النار عاليه اهو يدوب عندي، على ما اعمل ايه؟ على ما ادفي عندي هنا ربع كوبايه ميه، هسيح فيها ايه؟ الجيلاتينه بتاعه المروار. خدي بالك عشان ما تفصليش مني، انا عملت خلاص الشوكولاته فادجو وعملت الشوكولاته موس بتفاصيله وحركاته وتكاته، هعمل دلوقتي المروار الجلاسيه اللي احنا هنجلس بيه الكيكه دي من فوق. حطيت زي ما انت شايفه هنا السكر والعسل الجلوكوز والميه على النار اهو، اول ما يحس بالحراره هيسيح عشان اعمل كراميل بيضه. خدي بالك من التفاصيل اهو، عندك ترمومتر على درجة حرارة 116، ما عندكيش ترمومتر عود ابيض هوريهولك دلوقتي. دوب السكر مع العسل الجلوكوز مع المية، واهم حاجة الحروف بتاعتك دي تبقى نظيفة. خطواتك كده كلها قدامك، وتابع الفادج كيك طالع بيقول لك التفاصيل. وهنا بدوب ربع كوباية مية مع ايه يا حسن؟ الفرن بيقول لك يا تفاصيله قدامك اهو، كل حاجة بتقول لك قدامك اهو. الكيكة بتقول لك يا تفاصيلها، تفتح الفرن ما تفتحيش الفرن مش هيجرى لها حاجة خالص. وهطلعها قدامك، احنا وقتنا معانا، هطلعها قدامك عشان تقدري تقدميها مع مشروب دافي. يعني ما تقدريش تحشيها ولا تديها مروار، هقطعها لك وتقدري تقدميها مع مشروب دافي لعيالك سلايس مع شويه سكر بودره وتدلعي العيال. دوب السكر مع العسل الجلوكوز مع الميه كويس قوي عشان تعملي المروار. تاكدي كده فرشه وميه ساقعه عشان تجيبي الجناب بتاعتك وتاكدي ان كل حاجه تمام. المروار ده تقدري تعمليه الوان. طب الوان ازاي يا حسن؟ بعد ما حطيت السكر وحطيت عسل الجلوكوز والميه، هديلها شوكولاته بيضه، وهديلها كمان ايه يا عم حسن؟ كريمه طه، ومش هديها جيلاتينه. لكن الشوكولاته المروار هديلها كاكاو وهديها جيلاتينه. لكن في الشوكولاته الالوان اللي انا اقدر اضيف لها اي لون اللي انا عايزه، تقدري فقط لا غير تعملي الكراميل ده وفي نفس الوقت تضيفي لها شوكولاته بيضه وكريمه، لكن الكاكاو بتديله جيلاتينه عشان بيديله قوام. دوب السكر كويس مع العسل الجلوكوز على نار عالية، وبعد كده نضف الحروف بتاعتها عشان تتأكد ان الكراميل بتاعتك مفيش فيه اي مشكلة ان هو يبدأ يعمل لك مشكلة ويعمل تكتلات اللي هو يسكر يعني. نضفي كده بمنديل او بفرشة وسيبها تغلي تعمل عود ابيض. على ما هنا زي ما انت شايف كده عندي دفيت ربع كوبايه من الميه، احط له معلقه جيلاتينه باودر واقلب فيها، واول ما تحس بالحراره كده تسحبيها بره النار. خدي بالك من التكنيك ده، لان الجيلاتينه لو زاد عليها النار بتعمل ريحه وحشه، فخدي بالك من التركه دي. واحده واحده كده مع بعض، واسيبها تجهز لحد الكراميل ما تعمل عود. بعد الكراميل ما تعمل عود اللي هو العسل الجلوكوز والسكر والميه، هتعمل عود يعني هتنقط معاكي كده عود خفيف، او درجه حراره 116 اللي عندك ترمومتر، وعندي كوبايه من كريمه الطهي اللي عليها المشروب، وعندي ربع كوبايه كاكاو غامق عشان اعمل المروار. تعالى بقى نبص على الكيكه الفادج نشوف اخبارها ايه، عشان نشوف اللي انا مجهزها اعملها ازاي. تعالى شوف الريحه عامله ازاي في البيت عندك، وشوف الارتفاع بيقول لك يا تفاصيله وحركاته وتكاته. بص التفاصيل قدامك اهي، يعني يا حسن استوت ما استوتش؟ مش هتهبط، مش هتهبط، لانها كيكه دسمه فيها زيت زي ما انت شايفه كده بتقول لك يا تفاصيل اهو. سيبها شويه عشان هقدمها لك برضو، تقدري تقدميها مع مشروب دافي او تقدري تحشيها وتعمليها كيكه. تعالى شوف اللي استوى هنا عندي وبارد، بص عامله ازاي. تعالى نقطعها بقى طبقات عشان نحشي بيها الكيكات اللي احنا هنعملها. طالعه بتقول لك يا تفاصيل، بجيب السكينه بتاعتي الشرشره بتاعتي وببدا اشيل اللي فوق ده ومرمهوش. هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه كاسات. اخده كده احطه كده اكسره زي ما انت شايف كده قدامك اهو، هعمله كاسات. وتعالى ناخد اللي باقي ده نعمله ثلاث طبقات واحده واحده كده.
ثلاث طبقات متساوية. أنا عايزك يعني إيه فادج؟ عايزك تشوف كده وتخش جواها من فوق من تحت زي ما أنت عايز. بص الكيكة طرية إزاي؟ شوف الكيكة فادج إزاي؟ يعني هي دي الفادج، بص عليها من جوه كده أهو قدامك، بص الكيكة طرية إزاي؟ هي دي تستمتعي بيها مع مشروب دافي، مع مشروب بارد زي ما أنت عايز، هنقطعها زي الفل، ربنا يخليهولنا. ويادي عندك أهو واحدة واحدة. هنقطع الديسكات بتاعتنا اللي هنعمل بيها الكيك. طب ده مش هتشربه اي شربات، هي هو اوريدي طري، هو فادجي تمام. تعالى ناخده بقى ونروح على الكيكه نحشيها. هحشي، بص هنا اخد اول طبقه احطها في الفورمه دي عشان احشي الكيكه بتاعتي. بص الطبقه الاولى اخدها كده واروح حطاها في القعده اللي انا هعمل فيها، هنا واحده وهنا واحده، وارجع ابص على الخليط بتاع الايه؟ المروار. لازم يكون داب عندي العسل الجلوكوز والسكر والميه مع بعض، وانضف الحروف. ويغلى عندي زي ما انت شايف كده عشان يعمل عود. واشوف كده اخبار العود ايه؟ كده اهو قدامك عشان اشوف اخبار العود بتاعي. لا لسه بينقط كده، تعرف ان هو لسه ما استواش. بينقط كده تعرف ان هو ما استواش. يا جمال ادي العود، اول ما يقف تعرف ان هو استوى تمام كده قدام. تعال على ما يعمل المروار عندي كل التكنيك، تعال نحشي. انا حطيت قاعده من ده هنا، هحشي واحده ابيض وواحده شوكولاته زي ما انت عايز، وهعمل الكاسات بتاعتي قدامك اهو. الكيكات اللي هي خدتها كسرتها اللي فوق دي اخدها اكسرها في كاسات كده عشوائي، اكسرها قطع كده قدامك عشان اعمل كاسات او بولات. مفيش حاجه بتترمي، خدي بالك كل حاجه بتستعمل. تقدري تقدميها كده في مشروب، او تقدري تعملي لها موس ساده وموس وايت. خطواتك كده كلها قدامك. طب تعالى نحشي. تقدري تحشي بالاكياس او تقدري تحشي بالمعلقه زي ما انت عايزه. بتجيب الكيس بتاع الكريمه بتاعك وبتعبي الخليط بتاعك، وعينك على المروار لان لازم يستوي على درجه حراره 116 اهو زي ما انت شايف كده قدامك يا جماله. تعال اخد الموس اهو، بص بيقول لك يا تفاصيله وحركاته وتكاته، بص كريمي ازاي وكل التفاصيل والحركات. هتلاقي بقى حد يعمل لك موس باصفر بيض، ده حاجه تانية ما ينفعش للمصريين، ده هينفع للخواجات، لكن احنا بنعمل حاجه تمشي مع المصريين. خدي بالك دي اكلات وتكات الشيف حسن اللي هي بتخاطب بيها ساده مشاهدينا عشان ما تقولش بيض وبتاع، لا خدي بالك من التركه دي. لان ممكن شاب من الشباب اللي بيشتغل في مهنه يقول لك ده الموز غلط، لا يا حبيبي انا عامله لك صح الصح، بس انا بعمله لمين؟ واحده واحده. تعالى نعبي الطبقه اهو من الموس بتاعتنا. وقلنا الكيكه جوه فادجي طريه خالص. واول الموس ده ما يشم التبريد ايه اللي هيحصل؟ هيتجمد لانه شوكولاته وكريمه، وما تنسيش الجيلاتينه. وادي الطبقه الثانيه، خطواتك كده كلها قدامك، وتضغط عليها عشان تمسك في بعض. وبنفس الطريقه اهو اروح جايبه الطبقه الثانيه من الموس. اتفقنا انا هشيلك واحده بيضه واحده ساده، او تقدري تعملي طبقه بيضه وطبقه ساده زي ما انت عايزه، خطواتك دي كلها بتاعتك انت. يا تفاصيلك. واروح جايبه الطبقه الاخيره واحطها عليها من فوق واظبطها وادخلها التلاجه تتجمد، بس بعد ما اشوف العود هنا. تعالى كده شوف العود يا حاجي. تمام، محتاج كمان سنه بسيطه عشان يبقى خلاص كده جاهز عندك على ما اكون عملت الساده. هنا بقى سباتيول عندي هنا، اجي هنا اهوت للايه؟ للكاسات. الكاسات انا حطيت هنا الدارك، اروح حاطه تحت موس ساده، موس ابيض كده اهو زي ما انت شايف، خطواتك كده كلها قدامك. واروح حاطه تاني مكعبات تانيه من الفادج اللي انا قطعته من على الوش، اتفقنا مفيش حاجه بتترمي. وبعد كده هعمل لها طبقه تاني من الموس السادة، خطواتك كده كلها قدامك واحدة واحدة. يا جمالك
وبعد كده هدخلها التلاجة تتجمد مع بعض. سباتيول ستانلس ستيل يا جماله. هنا الابيض ده اروح جايه مدياله طبقه من فوق كده وموزعاها عليه من فوق عشان ادخله التلاجه واجي اعمل الجناب بتاعته دايرين داير واجلسه كده. تمام، ادخله التلاجه يتجمد، ادخله التلاجه يتجمد، على ما يتجمد اعمل التانيه. بس ارجع الاول للمروار الشوكولاته. المروار بتاعي كده خلاص تمام زي ما انت شايف كده واقف اهو، ما بيقول يا تريكاتك يا تفاصيلك يا حركاتك. هو ده اروح عامله ايه يا عم حسن؟ كوبايه من كريمه الطهي مره واحده كده. بص خد بالك، تاخد غلوه، خد بالك كريمه بتاعه الطبخ، تاخد غلوه اهي، تستعجليش. حطيت كوبايه الكريمه تاخد غلوه، اهم حاجه تغلي، اهم حاجه تاخد غلوه، تاخد غلوه وبعد كده ارجع تاني ليها. تعالى هنا احشي الشوكولاته الساده بنفس التكنيك، بجيب كيس الكريمه بتاعي واعبيه شوكولاته ساده واعمل بنفس التكنيك ونفس الحركات. ادي الموس بتاعي اهو قدامك بكل تفاصيله. هنحشي وبعد كده هنعمل الطبقات بتاعتي. قلنا تقدري تحشي كل طبقة بموس معين او كلها موس غامق زي ما انت شايف كده قدامك. واروح جاية حط الطبقة التانية وضغط عليها كده عشان تمسك في بعضها، واروح حط الطبقة التانية من الموس. واروح حاطه الطبقه الاخيره الاسباتيول يا سيدي واضغط عليها، واروح جايه واخده طبقه من الموس ده حطها فوق كده، واروح جايه مساويها عليها موزعاها في كل حته عشان اما تطلع من الفورمه ابدا اجلسها من كل حته وادخلها التلاجه. ارجع هنا تاني للكاسات، ارجع للكاسات بتاعتي. ادي الكاسات بتاعتي، حطيت تحت فادج وحطيت موس ابيض في النص وبعدين كده فادج وبعد كده احط لها موس ساده. وبعد كده هديها كمان شوكولاته بيضه من فوق وافنشها بالشوكولاته بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها. تمام، ارجع بقى للمروار بتاعي. المروار بتاعي بعد السكر والميه والعسل الجلوكوز عمل عود، ضفت لهم كوبايه من كريمه الطهي، خدوا غلوه كده زي ما انت شايف. خدي بالك من التكنيك، خدوا غلوه اروح ضايفه الكاكاو بتاعي. ادي الكاكاو اهو، اضيفه مره واحده وقلبه، خدي بالك من التكنيك، ياخد غلوه. بعد الغلوه يا حسن هعمل ايه؟ خدي بالك اهو، ياخد غلوه وتاكدي انه كله دخل مع بعضه. اروح جايه بعد ما خدت غلوه كده في الكاكاو سحباه كده، بص التكنيك بتاعه. اروح جايبه معلقه الجيلاتينه اللي انا سيحتها في ربع كوبايه ميه واضيفها عليه كده. تمام؟ واروح جايه مقلباه. قلبي 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 قلبي. تعالى بقى، تعالى بقى اصفيه عشان التركه المهمه فيه لازم يبقى سايح بارد عشان يديك شايني. تعالى كده صفيه، والوعاء اللي انت صفيتي بده يبقى ما فيش فيه نقطه ميه، خدي بالك من التكنيك ده. صفيه وتسيبيه ايه يا حسن؟ وتسيبيه يبقى سايح بارد. ليه يا حسن سايح بارد؟ عشان لو هو سخن هيبقى مطفي مط، لكن لو سايح بارد هيبقى شاين بيلمع. فخدي بالك من التكنيك، اما تيجي تجلسي بيه الكيكه يبقى سايح بارد. وانت ليه يا حسن صفيته؟ عشان ما يكونش في اي كتل وينزل انسيابي على الكيكه اللي احنا
ده حشناها اذا كان شوكولاته موز ساده او دارك. كده قدامك اهو، اهم حاجه يبقى سايح بارد عشان اتفقنا لو هو سخن هيبقى مط، لو هو سخن هيبقى مط، لكن لو سايح بارد هيدي شايني ماري. كلمه مروار يعني مرايه، خدي بالك الكلمه بتاعته، شوكولات مروار يعني مرايه الشوكولاته، تحطي وشك فيها تشوفي وشك فيها، تشوفيها دلوقتي لما نيجي نعرضها لك تقدري تشوفي فيها الكاميرا وهي جايباها من فوق لانها مرايه، بس لازم تحترمي التكنيك، التكنيك بتاعها لما تيجي تجلسي بيها الكيكه تبقى متجمده في الثلاجه ويبقى سايح بارد عشان يدي شايني، لكن لو مش سايح بارد مش هيدي شايني. تعالى نكمل الكاسات، مواس ثاني كاسين، تعالى نكمل الكاسات بتاعتي عشان يبقى عندنا كل ده، وعندي المروار اللي انا مجهزاه اهو يبقى سايح بارد عشان اجلس بيه الكيكه بتاعتي. خطواتك كده كلها قدام في الابيض، وبعد كده اتفقنا مع بعض تعملي بولات، تعملي كاسات، تعملي اي حاجه، ما ترميش حاجه، واللي احنا هنطلعه من الفرن تقدري تقدميه مع مشروب دافي لعيالك. انا عملت لك من الكيكة الفادج كيكات محشيه شوكولاته موس ساده وصوص دارك، وبعد كده هعمل لك منها كمان بولات زي ما انت شايف كده قدامك. خطواتك كلها قدامك، ده او ده او ده. عندي الفادج كيك اللي انا قصيته، احطه تحت كده تفرميه، تحطيه مكعبات فادج شانك زي ما انت شايفه كده زي ما انت عايز. هنا اللي فوق ده احط له بقى شوكولاته بيضه واحده واحده كده وادلعه من فوق. وحطي له شويه من المروار في النص زي ما انت شايف كده قدامك اهو، يبقى فادج شوكولا موس ابيض، شوكولا موس دارك، وفوق شوكولا وايت من فوق، ومروار من فوق من عليه من النص عشان تدلع العيال. يا تفاصيلك كل خطواتك كده كلها قدامك اهو، ودخليه التلاجة ياخد تبريد هيشد لانه شوكولا وكريمة وجيلاتينة، خدي بالك من النقطة دي يا جمالك يا تفاصيلك. تعالى ندي هنا برضو بعد ما ادينا في البولات دي الفادج كيك من تحت، عايزه تدي له صوص تدي له صوص زي ما انت عايز. خطواتك كده هندي برضو طبقه من الموس الابيض، وهدي طبقه من كيكه الفادج، وهطلع لك بقى الكيكه اللي انا دخلتها تتجمد في الثلاجه دي بعد ما اتجمدت وجلست الجناب بتاعتها بسباتيول او بظهر سكينه زي ما انت يكون عندك. بعد كده هنبدا نشوف المروار يعني ايه سايح بارد، ونديله الديكورات بتاعته ونظبطه عشان تعملي احلى كيكه، او تقدميها مع مشروب، او تقدميها في كاسات زي ما انت عايزه. بنعمل لك افكار والباقي كله عندك انت مش عندنا احنا، يعني خد الفكره ووظفيها زي ما انت عايزه. تعالى بجيب هنا، عايز ابيض، تعالى واحدة واحدة كده جيب الشوكولاتة السادة. وزعها عليه. يبقى الأطعمة كلها موجودة بكل تفاصيلها قدامك أهي. آخر حاجة هجيب الشوكولاتة البيضة عشان هعمل فيها إيه؟ هدي طبقة عليها من بره، والمروار بتاعي يبقى سايح. هسقيه من جوه، يبقى خطواتك كده كلها تعمليها. الشوكولاتة فادج كيك جاهزه كده هنطلعها عشان نقدمها لك مع مشروب بارد او دافي زي ما انت عايز. اخر حاجه برضو زي ما انت شايف كده اظبط دي بمعلقه، واجي على الجناب بتاعتي احط الشوكولاته البيضة بالظبط زي التاني. خطواتك كده كلها قدامك. يبقى انا عملت لك كيكه الفادج بتفاصيلها، عملت لك الحشو، عملت لك المروار، عملت لك منها كاسات، حشيت كيكتين، كيكه عباره عن وايت شوكولت موس ودارك شوكولت موس، وبعد كده عملت لك المروار. اول ما تتجمد هنبدا نفنشها، لكن التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني.